أيها الإبن الوحيد الإله الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي، ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا، وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم، نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا. زي ما قال أليه ابن برخئيل البوزي صديق أيوب الشاب المبارك، نبوة عن رب المجد يسوع، إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف يعلن للإنسان استقامته يتراءف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية، والإنسان المخلص يغني بين الناس فيقول قد أخطأت وعوشت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. جيت لك وأنا مديون، سددت لي ديون، سددت لي ديوني، جيت لك وأنا أعمى فتحت لي عيوني، جيت لك وأنا مديون، سددت لي ديوني، جيت لك وأنا أعمى فتحت لي عيوني. غفرت لي ذنوبي، طهرت لي قلبي، وسترت لي عيوبي، جيت لك ويا انا خاطي، غفرت لي ذنوبي، طهرت لي قلبي، وسترت لي عيوبي. ضمت لي جروحي وبروحك القدوس أنعشت لي روحي، جيت لك وأنا مجروح، ضمت لي جروحي وبروحك القدوس أنعشت لي روحي. انت حبيب قلبي اروح لي